أصبح وطني ثوبا مرقع، كل جزء فيه مصنوع في مصنع. شعارات واهية، نموت نموت ويحيا الوطن. يحيا لمن؟ إلى التراب والعفن، نحن الوطن. ضيف هذه الحلقة أو هذه السيدة التي تنور حلقة هذا اليوم بآرائها المختلفة وشجاعتها الدائمة، النائب السيدة سروة عبد الواحد. أهلا وسهلا، حياك الله وأهلا وسهلا بيك. تفضلي. طبعا آسفين جدا، رمضان كريم وشكرا. قلبك طيب وأنت دائما مبتسمة. عادي أخرتوني ساعة مو مشكلة. إي صوتك يعني صوت من عندك. المصورين. لا صوتي أني، صوتي يعني أني سجلت. عندك قناة فضائية اليوم المصورين أو الكادر إذا يسوون هيك شو أسوي لهم؟ أفصلهم. ماكو سهولة وتساهل شوية؟ ماكو. مع العلم أنت شابة وعندك روح الشبابية هذه. إي هاي مال شابة حلوة والله. بعد ما افصلهم. ما تفصليهم، هي اكيد انت شابه ويعني لطيفه، والعنده هيك مديره يعني يفتخر بها. الله يخليك. حقيقه والله مو مجامله. سؤال موحد لكل ضيوفي الاعزاء. تكتبي كتابه بدون ما تذكرين ايش راح تكتبين. من يحكم العراق هسه؟ هذا تفضلي. من يحكم العراق هسه؟ انت جاوبي بكتابه بدون ما تذكرين. سؤال صعب ومحير. كلكم تكتبون نفس الكتابة يعني هيك ما أعرفوا. مع العلم كلكم سياسيين وبهذا السلك السياسي، لكن ما مقتنعين أصلا. أنا ما أحكم، أنا مو بالسلطة، ما عندي شرطي بالدولة، فمن حقي يكتب. إي بس أعتقد يعني كلكم ما مقتنعين بالعملية السياسية. مو بالعملية السياسية، ما مقتنعين بالوجوه اللي تدير الدولة. يعني مع الأسف مثلاً أنا عن نفسي أحكي، قبل 2003 كان عندي طموح أنه بس يسقط صدام يعني نصير رأساً مثل السويد، لأن إحنا بالمعارضة كان يحكوا لنا كأنه إحنا جاهزين لكل شيء، نروح ورأساً نبني وعمارات وحياة حلوة ومدنية ومدري شنو. انصدمنا بالواقع، بالعكس يعني حكمونا شيء مشابه للصدام بس بالفوضى. يعني هم فوضويين، هو كان منظم الدكتاتورية مالته. اليوم يعني ساعدنا دكتاتورية فوضوية وذاك الوقت دكتاتورية منظمة. اليوم احنا بعصر دكتاتورية؟ بالتأكيد. لعد ليش لحد الآن انت عمرك طويل ما قتلتي؟ يعني هو لأن يجوز ما جاني دور بعدني. لا اسم الله عليك. خسارة أنت، خسارة يعني للمجتمع هذه الثقافة واللطافة. هي شنو الفرق بيني وبين الشباب اللي ينقتلون عادي؟ صح. يعني كلنا لازم بهذا الطريق ننقتل يوما. يعني تخافين من الكاتم؟ والله مو كلش أفكر به، يعني إذا أفكر طبعا أخاف ولازم ما أحشي، بس ما أفكر بهذه الأمور. طيب شنو بداية برنامجنا بي محضر لك يعني رسائل، محضر لك فيديوهات، محضر لك يعني هذا الدولاب راح نختار من عنده سنة من السنين نوقف عليها، كلها بيها أحداث. وين تحبين أروح أبلش الفقرات؟ قولي لي. أسهل شيء أسهل شيء أسهل شيء أسهل شيء يمكن على ما أعتقد نجيب رسالة. إيش تتوقعين شنو موجود بالرسالة؟ هو مو رسالة غرامية. أحد يبعث لك برسائل غرامية؟ لا والله أبداً. كبرنا على هاي المواضيع. ليش؟ بعدك تسوي شو كل شوي تقولين كبرت كبرت، بعدك صغيرة وشابة. كبرنا على هالنوع من الرسائل، بس لا والله زوجي يومي يدز لي رسائل غرامية عادي. طيب يغار عليك وأنتي بهذه يغار المعترك السياسي؟ يخاف مرات، يخاف عليه. مع الغيرة لا ما يغار. منو كان مثلك في داخل مجلس النواب بهذه الوسامة وهذه الشياكة؟ يعني من النائبات تشوفيها؟ أكو كانوا تحبيهم كنتي صديقة وياهم؟ أيوة. منو من صديقاتك؟ يعني صباح التميمي كانت صديقتي وأنيقة وحلوة وحبابة وقلبها طيب. تتواصلين أنت وياها؟ أي ما زلنا ادعيها للبرنامج خليتي إن شاء الله. ممكن أول ما تكمل الحلقة راح نشوف. يعني اريد 6 صباح يلا راح اصير بروديوسر مالتك. لا على راسي انت، الشرف لي. ولا يهمك. دعوه لرفع الحصانه عن السيده سروة عبد الواحد.
ليش رفعوا عنك الحصان؟ ما رفعوا وطلبوا. اي. بس البرلمان ما وافق لي أن كان هم مسوين ضجة على تصريح صحفي، فقالوا هو من حق النائب ينطل، يعني حتى التصريح ممنوع من النائب. فما رفعوا عني الحصانة. النائبة صرح في اللغة الكردية كما تشاء ضد يعني انتقاد العائلة الحاكمة، ماكو أي مشكلة، لكن تصرح باللغة العربية مشكلة. طبعا حتى أنا لا ينفضح بين يعني بين القبائل هذا الكلام. أنا سويت مؤتمر صحفي كردستان بعد ما صارت الهجمة علي ورجعت الكردستان، فسويت مؤتمر صحفي قلت هم كل هذا اللي سووه ضايجين مني، لأن قالوا لي نصا قالوا لي لا تحكين بالعربي. قلت أتمنى إنه أحكي بالإنجليزي بكل اللغات، أعرف ياباني حتى أحكي عليكم بي يعني. هو بس عندي تصريح وعدنا إحنا عدنا بس هذا، يعني نتحدث عن سوء الإدارة اللي موجود يعني. فهذا هم مشكلة اليوم إذا تحكين أو تفضحين باللغة العربية هم يعتبروه مشكلة. يعتبروه مشكلة. أي، لأن بيقول لك إنه ماكو داعي الآخرين يعرفون المشاكل اللي موجوده. انا شويه عندي مشكله بلفظ المناطق او الاسماء الكرديه، لكن عندي بفقراتنا تعاريف تعرفي لي اياها. عرفي لي كورج منطقه او منطقه يسكنوها. كورج يعني ما اعرف هذا جبل يسكنوا عائله حاكمه. ها شنو اسمه؟ هاي كرج. كرج. اي انا قلتها يعني بالعربيه، انت قوليها يعني هسه قلتيها كرج كانوا قبل يعني بايران هو. العائله الحاكمه كانوا قاعدين بمخيم. من العائله الحاكمه؟ بيت البرزاني. قبل 91 كانوا قاعدين بمخيم بكرج. ف باعتبارهم كانوا معارضين لنظام صدام وكذا. فهاي مرات من احكي يقول انه هم يقولون انه انتم فاسدين، يقول احنا معروفين في سليمانية مثلا، الناس تعرف احنا منين جبنا اموالنا شلون كذا يعني. ليش يتهموكم بالفساد؟ هم حسب الديمقراطية يعني عادي. هسه احنا ما عندنا سلطة. شوف اقول لك فتشي، هاي دائما اقول لهم اياها، أقول زين أنتم من تتهموني بالفساد؟ يعني أنتم فاسدين وفاشلين. أنا لو عندي حكم واحد فاسد أحيله للقضاء، زين ليش ما تحيلونه للقضاء بتهمة الفساد وتجيبون الأدلة مالتكم؟ يعني شنو يمنعكم؟ بس أنت خلى عينك عليهم، هم قاعدين بقرية وأنت اليوم تقولين عندهم طيارات وعندهم فلوس وعندهم هذا، يعني ليش خلى عينك عليهم؟ حسد عيشة. اليوم عندهم هم يمتلكون كل شيء عندهم. شوف أقول لك فد شيء، أنا ما أحكي على شخص بدون إثبات. هو مو بس بدون إثبات، يعني هو ما عنده شيء، ما عنده حكم، يعني ما بده يحكم في كردستان. يعني عندنا مئات أو آلاف الأشخاص المليونيرية في كردستان، ما حد ما يجيب طاريهم لأن هم يشتغلون بزنس، هذا شغلهم. بس أنت لما تكون رئيس حكومة أو رئيس أقليم أو كل الأدوات الدولة بيدك وتصير تجي الكردستان ما عندك ولا شيء يعني، وهسه إذا تقارن الأموال اللي عندهم بواحد وتسعين يعني تلك فرق كلش شاسع وكبير. يعني كلش هواية عندهم، أو يعني بأمريكا وشركات بأمريكا وبسويسرا وبكل الدول تقريبا. نشوف صور بين الحين والآخر تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي إلى سياسيين الكرد، يعني بقعداتهم، هذه الفيلا اشتراها السيد فلان من كردستان، هذه الصور حقيقية؟ بالتأكيد حقيقية. هذه الفيلا ولا؟ بالتأكيد يعني هم عندهم، يعني مثلا أنا أعرف شوفوني كان فيلا في قصور في أمريكا للعائلة الحاكمة في أمريكا. بالأشخاص داخل العائلة. عرفي لي الحزب الديمقراطي الكردستاني. هو اسم مو على مسمى. حزب الديمقراطي غير لازم يكون ديمقراطي. ليش ماكو ديمقراطية كردستان؟ وحزب غير ديمقراطي. ماكو ديمقراطية؟ كل هذه الديمقراطية اللي يتمتعون بيها نسبية.
نسبية ديمقراطية. أنت تروح الأربيل تقعد ما تتحدث عن مشاكل في إقليم كردستان، يكون عندك حرية التعبير وتحكي بكيفك يعني. بس أنا ككردية لما أنتقد الأداء السياسي، أنتقد ملف إدارة إقليم كردستان، فأتعرض للتهديد مرة أتعرض لي كل هاي الهجمات اللي تعرضت لها. عقفي لي الاستفتاء اللي صار. خطأ استراتيجي من قبل الحزب الديمقراطي واعترفوا به. كان خطأ؟ كان خطأ. هما كانوا يعرفون خطأ، لأن كل الدول قالوا لهم ما راح ندعمكم. الدول قالوا لهم ما راح ندعمكم، لكن أردوغان رئيس تركيا هددهم. شنو قال لهم هددهم؟ هددهم قالوا راح نرجعكم تصيرون عشيرة يعني. نصاً هيك قال البيت المرزان. نزل لهم خبر أي. قال لهم راح نرجعكم بتهديد قوي كان شديد اللهجة. أبلغهم لعائلة البرزاني أنه راح نرجعكم إلى عشيرة وجبال وكيف شيء يعني نطلعكم منها. قادر يعني أردوغان أنه يرجعهم إلى عشيرة وإلى الجبال؟ يعني أنا ما أعرف. ما راح تسوي أمريكا توقف وياهم؟ ما وقفت الأمريكا معهم. ليش أمريكا؟ مع العلم أنه كردستان حكومة كردستان ما يخالف، بس هي حسابات دولية. شوف أنا دائما أقول أنه تقسيم المنطقة مو بيد لا كردي ولا عربي ولا تقسيم المنطقة مثل ما المجتمع الدولي إجا وقسمونا على هذا الشكل، فهسا من يردون يقسمون المنطقة من جديد ما راح يأخذون لا رأي ولا رأيك ولا رأي حكومة الاتحادية ولا رأي حكومة الإقليم، يقسمون المنطقة من جدة وجديد، فماكو داعي للمزايدة. طيب راح نروح على فيديو، خليج بمكانك بس افتر يعني شوف الفيديو للشاشة. ست سروة راح نتعبك اليوم ويانا. طبعا شنو تتوقعين الفيديو يكون؟ تصريح. التصريح راح يكون الفيديو، لا أنا أتوقع مو تصريح. كان أنت معد البرنامج طبعا. أنا أتوقع مو تصريح، أقوى من التصريح. تصريح من عندك ولا تصريح من أحد السادة؟ من عندي. من عندك؟ أنت كأعدامي وأخذ منك تصاريح؟ لا أخذ تصريح يعني، لكن أنا بودي خليني أسألك أيضا سؤال. ليش دائما السياسيين الكرد من الحزب الديمقراطي يعني، خلينا نشوف الفيديو. الفيديو خلينا نشوف الفيديو شباب. هذا الفيديو تتوقعين شنو صورته؟ لا خلينا نشوف فيديو بس نطلع الفيديوهات الموجودة. هذا الفيديو يلا نشوف. يعني السيدة سروة عبد الواحد تقول قتلى حزب العمال شهداء. سروة ما تمثل الشعب الكردي لمعلوماتك، ولا نائبة ولا هم يحزنون. ليش؟ ولا عدا أي تخويل ولا أي تفويض، صائرة بوق لكل من يعادل إقليم. هذا الفيديو اللي شفناه. لك كل الاحترام جنابك عالي سيدة سروة، لكن أوصفك أنت اليوم بالبوق ضد كل شخص ضد الإقليم. أي وجهة نظرهم يعني. هم شوف هم زعجش كلامه؟ لا أصلا ولا يهمني هو شنو بالمعادلة السياسية حتى يزعجني. هو وزير سابق؟ أي وزير سابق واني نائب سابق بدرجة وزير يعني حالي من حاله. زين يرضى ما يرضى يعني. يعني هو صرح بأنه اليوم السيدة سروة عبد الواحد ما تمثل يعني الشعب الكردي. أخو ما أمثل كل الشعب الكردي. تمثلين جزء من الشعب الكردي؟ طبعا أنا أمثل جزء. أكل يعني يوم ما مثل ما هو بارزاني يمثل جزء صغير من الشعب الكردي، أنا يعني أيضا عندي ناسي وأمثلهم يعني. يعني ما هو مو فتشي، ما قال فتشي مهم يعني. ويعني هو يتصور انه يقدر يستفزني بهذه التصريحات، بس يعني التصريحات طبيعيه عادي. واحد هو اقلنا لانفاسه فايش راح يقول؟ هم اجوا طلبوا مني ان اوقف وياهم ورفضت. رفضت ان اكون جزء من الحفاظ على البيت الكردي باسم انه احافظ على الفساد باسم احافظ على البيت الكردي، انه هذا اني يعني ما اؤمن به. الفاسد فاسد، كردي فاسد، شيعي فاسد، سني فاسد، وبالنتيجه اسمه فاسد، مواطن فاسد، شخص فاسد يعني. مواطن فاسد.
يعني بس انت هسه اوصفتي قلتي ما يشكل شيء من الحكومه يعني قلت هو وزير سابق وشو يعني بالمعادله السياسيه. انت تعتبرين اليوم السيد هشام زيباري اسم بالعمليه السياسيه؟ اسم داخل حزبه، يعني هو وين هسه بالعمليه السياسيه؟ شنو عنده؟ شنو تاثيره؟ ما عنده تاثير. هشام زيباري يعني هو يقدر ينطي تصريحات بالقنوات الإعلامية، لكن مثلاً في بغداد شنو تأثيره؟ شنو تأثيره بالعملية السياسية؟ ما عنده تأثير. ما قدروا يفوزون المرشح مالهم لرئاسة الجمهورية، يعني فشنو ثقلهم السياسي؟ ما عندهم ثقل سياسي؟ ما عنده، يعني هو ما عنده ثقل سياسي. عنده ثقل اقتصادي؟ أكيد ضمن العائلة، غير هو خال الرئيس فعنده. طبعا السيده سروة عندها مشكله مع هذه العائله، لكن هذه العائله لم ترحم السيده سروة. طائرة الطائرات بعد الفاصل. الحلقة الأكثر جراءة مع السيد النائب السابق سروة عبد الواحد. قبل ما أروح الفاصل قلت طار الطائرات بسبب تصريحاتها الخطيرة. خلينا نشوف فيديو، راح أشوفك فيديو راح أصدمك بيه. في لحظتها راح تحكي لي شنو خفتي، وين كنتي، شنو السبب، وين الفيديو هذا. يلا الفيديو حيشتغل. تمام. وهاي كان بيها صور مالتي منزليها وعليها فيه. بسبب هذه التصريحات طارت طائرات من العائلة الحاكمة أو من حكومة أقليم كردستان على بيت حضرتك، وهذه الطائرات ترفع صور لحضرتك. زين، شي طالبون بهذه الصور وشنو صرحتي بحيث انه طائرات تطير عليك؟ لا تراجعني شنو صرحت، تسوي لي مشكلة أخرى. بس المهم أني دافعت عن عوائل البيشمركة. هم فسروا تصريحاتي بأنه أنا ضد عوائل البيشمركة. أقول التصريح ولا لا؟ ماكو داعي. ماكو داعي؟ عوائل باعت نفسها، بس هذا اللي أنت قلتي. أي مختصر. زين؟ أي قلتي عوائل باعت نفسها لأن ما يمتلكون. بعدين أنا وضحت، شوف يعني حتى بالكردي قلت أنه مثلا في القرآن الكريم 294 مرة جاية كلمة نفس، ولا مرة معنى جسد. يعني ولا مرة جاي بمعنى جسد. ثم أحاديث النبوية يعني ما النفس ما جاي بمعنى الجسد، فليش فسرتوا هاي؟ المهم يعني هذا من ناحية شرفية هم اي فهم أي. يعني ما رادوا على أساس زلد لسان ويأخذوها علي ينتقمون مني كل هاي التصريحات ضد من ضد الطائرات. تعرفين الشخص طيارها؟ منصور بارزاني. ابن منو؟ مسعود. طير عليك الطائرات. وين كنت في لحظتها؟ طبعا أنا سويت أكبر خدمة للكرد. يعني بيت ملا مصطفى ما يمشون بالأرض، يعني هم دائما بسياراتهم ويرحمهم. خليت ابن مسعود برزاني يتمشى بأربيل ويسوي مظاهرة ضد يعني. قام يمشي بالشارع. هو حتى ما مسوي مظاهرة ضد صدام يعني. بس يعني شوف أنا شكد مهمة. طيب شنو كان وضعك؟ مرتعبة خائفة من طارة الطائرات؟ لا ما شنت بأربيل، ولا زوجي كان بأربيل. خفتي عليه؟ أي بصراحة. خفت إنه يأذوا شيء. بس يعني صحيح بالبداية انقهرت، يعني أول أيام طبعا هم تقريبا 12 يوم يومي يسوون مظاهرات ضدي، يعني مظاهرات. شو يقولون بالتظاهرات؟ يحاكموني، يعدموني، كل هاي الأمور يعني. يعني يتهموك بالناحية الفساد وكل لا لا مو الفساد، لا بس اتهموني أنه أنا أهنت البيشمركة أو قدسية البيشمركة وهاي الأمور. عموما يعني برنامج كان 52 دقيقة. أني 52 دقيقة بالضبط أني أدافع عن حقوق البيشمركة ورواتبهم. فأني شلون
أهين البيشمركة وأني عمي شهيد بيشمركة يعني بنتي جدها وعمها وناسا كلهم شهداء البيشمركة يعني وكان شيء غير منطقي. ثانيا هم أرادوا أنه ينتقمون مني بهذه الطريقة أبالهم راح يكسروني وما قدروا يسوون ما نجحوا. اليوم لو أنا كان عندي يعني محضر لك دي حلقتك لكن شوية تأخرنا بطباعة الصور محضر لك فد صورة كبيرة جدا يمكن بيد هذا الوال الحائط الصورة للسيد مسعود بارزاني بقيت هذا الحائط كبير يعني كلش بس يمكن الطبع تأخر وصورة للسيدة آل طلباني. إذا اليوم الصورة أمامك السيد مسعود بارزاني شنو راح تحكي من يوم؟ تقعدين ما عندي شيء بنقاش أنت وياه يحبك هو؟ لا ما التقيته؟ من شنت إعلامية ملتقية بي بس بالسياسة لا أبد من دخلت المعترك السياسي ولا مرة ملتقية بي. تتوقعين بيوم من الأيام يدز عليك وتكون أكو صلحة بيناتكم؟ أولا ما عندي شيء شخصي يعني حتى نصالح ونتخاصم كل هذا الكلام والقرارات هذا مو يعني مو شخصي نعم. أولا أنا نائبة بالبرلمان من حقي أدافع عن الناس اللي صوتوا لي نعم. فعندي ناخبين وضعهم الاقتصادي سيء عندي ناخبين ما يستلمون رواتب عندي ناخبين يكمم أفواههم ويخلوهم يحجون عندي ناخبين يعتقلوهم فكل هذه الأمور طبعاً أكو فكل هذه الأمور تخليني أنه أنا أدافع عنهم من أدافع عنهم لازم أنتقد سياسة إقليم كردستان وإدارة إقليم كردستان فأنا ما عندي شيء شخصي لا مع كاج مسعود ولا مع أولاده ولا مع أي أحد في إقليم كردستان حتى بيت طالب أنا ما عندي مشكلة معهم مشكلتي معهم هم من 91 يديرون إقليم كردستان وإحنا المفروض هسه كنا نعيش مثل سويسرا بصراحة أحلامك يمكن أحسها بعيدة؟ لا مو بعيدة لأن هم قشمرونا قالوا لنا قالوا راح نصير مثل سويسرا بعدين زين إحنا كردستان حاليا مو مثل سويسرا؟ أبد لا مو وين مثل سويسرا مثلا يعني من ناحية إحنا عدنا 4500 قرية المفروض كانوا يعيدون يعني يعيدون الحياة بيها ما مسوين شيء ماكو شوارع بالقرى والأرياف أقليم كردستان والأقضية ولالا يعني هم مسوين كم شارع بالأماكن الناس يشوفوها أنا أسألك اليوم أنت يعني تعال روح للمناطق السياحية شوف وأنت تعرف وتقيس ماكو سياحة ليش؟ لا أكو يعني أكو مناطق سياحية بس هو يعني مثل ما الله خلق هاي المنطقة هي هيك بعد ماكو بيد البشر ما مسوين شيء اليوم أنت هذا الكلام اللي تقولي أكو يعني جمهور من الكرد نفس رأيك لو هذا رأيك أنت الوحيدة لا شلون كنت تجيب أصوات وفوز بالانتخابات إذا مو أكو نفس رأي يعني أكو ناس يعني أكو أكراد منزعجين من الحكم في كردستان طبعا أكو طبعا أكو ليش أكو معارضة يعني أكو أكراد يعني أكو كرد منزعج شنو يقولون اللي هم إحنا عندنا مشكلة حكم العوائل يعني تعرف إنه كلش صعب عائلة تجي تحكم هي وكل ما عندها من العائلة يعني الأب الابن ابن أخ الابن الثاني مدري ابن عم كلهم هم يحكمون فأنت يعني إذا نجيب عائلتين طالباني وبارزاني ونكتب أسماءهم بتشوف إنه كل واحد من عتهم فد عشر على الأقل 20 واحد بالحكم يعني عائلة ملكية اثنين هم ملكية ما تتوقعين بيوم من الأيام تتغير يعني تصير من عائلة هو إحنا ده نشتغل حتى تتغير نشتغل على هذا الموضوع إنه يعني مثلاً حزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يعني لديهم عشرات ناس كفؤين وزينين ليش ما يخلوهم بهيك أماكن مهمة ليش بس العائلة زين طيب نروح على الدولاب ما فضينا في سنة من السنين برأيك وين رح نوقف يعني على أي سنة يعني في سنة ببالك عندك حدث في سنة صاير أنت تتذكري تريدين تحكين عنه لو أني أوقف مثل ما أنت أوقف والله ما أدري ما عندي شيء ولا أتذكر شيء ليش سبب اللقاح لا والله بس يعني ما أدري يعني زهايمر ليش
انسى اشياء اي بس يعني هسه ما راح يشوفوش نائبات يمكن مجلس النواب حتى سابقات راح يقولون ليش هيك تسوى صاير لي اخاف من اخذه اللقاح صار عند هذا الزهايمر تنصحين الناس باخذ اللقاح اي والله كلش ضروري كلش ضروري انه ياخذوا يعني انه هذا الطريقه الوحيده اللي حد لا موجوده لحمايه انفسنا ما انصابتي بكورونا لا سمح الله الحمد لله لا الحمد لله والشكر سنه وين تقولين نوظف وين أنا أقول 2018 كان انتخابات رشحت نفسي بقائمة سيد العبادي وبعدين انسحبت يعني ما رشحت ليش انسحبتي من سيد العبادي؟ انسحبت والله اللي أسباب وظروف تهديدات. شخصية يعني كان أكو تهديد من كردستان عليه أعرف أكو تهديد من حكومة كردستان عليك انه تنسحبين من قائمه السيد العبادي شنو كان نوع التهديد هو اولا كان اعلاميا كلش خفتي سقطوني وكذا وثاني شيء انه يعني ما ردت انه اكبر الموضوع انه اني امشي للاخير انه اني ضد يعني هم دي يصوروني انه اني ضدهم ضد اقليم بشكل عام رغم انه اني ضد اداره اقليم كردستان فما ردد انه هذا التصوير مالتهم يكون صحيح ف وناسي بالتغيير يعني جمهوري طلبوا مني ان انسحب فاحتراما لجمهور التغيير انسحبت طيب اني هذا 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 حدث لكن اني ايضا عندي بعد حدث بنفس السنه هذه انت ذهبتي لمقابله الى النجف الاشرف لا بغداد قابلتي السيد مقتدى الصدر قابلتي بهذه السنة 2018 أنت والأخ أخ حضرتك التقيت بالسيد مقتدى التقيتي به لسبب تبلغي أنه هددوك ولا لا لا لو هي سيارة طبيعية كانت وهو أساسا كان اللقاء بينه وبين شاسوار أخو حضرتك طبعا فأني رحت هيك كزيارة معه كيف يعني تقبلكم السيد مقتدى كيف كانت لا كان مرحب جدا يعني هو سيد أنا أحترمه بصراحة طيب طبعا أنا دا أسألك على التهديد وكل هذه التفاصيل وانسحابك من السيد العبادي كان مقابل مبالغ لا لا ما حد ما دفع لك لا ماني ما أقبل ما معروفة إنه أني أخذ حتى يدفعوا لي ما أقبل ليش يتهمون أخو حضرتك بالفساد والأموال هذه اللي عنده اللي يملكها هي من فساد مضحك هذا أمر مضحك أولاً شاسوار كان رجل أعمال رجل أعمال يشتغل في إقليم كردستان زين هو وين فساده ليش سكتوا عنه ليش من سوى حزب يلا حشوا على فساده يعني هو مو كان رجل أعمال ليش ما يعني ما صار دعاوى قضائية ضد أو شيء فهي هاي أمور سياسية وتصقيع سياسي اليوم أكو بالبنوك السويسرية والأمريكية أموال لسياسيين وضعتي أموال إلك بهذه البنوك وأنا هنا ما عندي البنوك هنا ما عندك لأنه يمكن هنا ما تأمنين عليها لا بس يمكن بدول شوف أنا عندي مبدأ بالحياة واللي يعرفني من قريب يعرف يعني يعرف عني هذا الشيء أنا أقول إنسان يكون عنده بيت واحد وسيارة واحدة وعنده راتب أو يعني شيء يقدر يعيش يسافر يجي يأكل وينام وهاي هي بعد يعني شو أسوي بالفلوس أخلي ما تحاولين تسوي مثل العائلة الحاكمة لا أعوذ بالله أعوذ بالله تعرف أني من كنت إعلامية كان عندي أحدث موديل السيارة من صرت نائبة استحيت أبقي سيارتي وجبت سيارة صغيرة مثل العالم والناس من أفوت حتى الناس كانوا يقولون ليش صر وراك بهاي السيارة يعني كنت أستحي يعني أخجل من نفسي أنه وضعي يبين أنه أحسن من وضع الآخرين لأن أنا ممثلة عن شعب فلما أكون إعلامية يعني حرة بكيف يعني شنو أسوي شو ألبس وين أقعد وين أكل 4 سنوات أنا ما فتت المطعم في كردستان وما سافرت برا أروح المطعم أو مكان
لأن أخجل من نفسي وعندي احترام الجمهوري. فمرات أنه رح يعني برأيك اليوم المشاهد رح يقتنع يقول بهذا الكلام لو هذه مثالية؟ شوفاني اللي يعرفني أصدقائي المقربين من يسمعوني سيقولون إيه والله صح تحكي. لأن يعني ما أقول ما سافرت، طبعا سافرت كان عندي دورات وندوات، بس يعني الأماكن اللي أقعد بيها أماكن اعتيادية اللي الناس تقدر تقعد بيها مثلا. لعملة واحدة لعملة واحدة من هم لعملة ووجهان لعملة واحدة؟ الديمقراطي والاتحاد، حكومة بغداد، حكومة أقليم، ما شاء الله كلهم يعني نفس الـ يعني سبب عندك هواية عندك يعني تتشات سلبية مع سلبية لا أي يعني عندك هنا 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 يعني ليش كلهم عملة واحدة؟ يعني أنت مراقب أكثر من عندي، أنت تشوف الواقع أكثر من عندي. إحنا بكردستان عندنا مشاكل قد تختلف عن هنا. إحنا في كردستان عندنا حزبين يحكمون وعندنا أجهزة وأدوات قمعية للحزبين فقط لا غير. فيعني أي شيء يصير إذا بسليمانية نقول إنه اتحادي، إذا بربل نقول ديمقراطي. الفرق هنا أكو فوضى، أكو ما شاء الله هواية أحزاب، هواية سلاح، كل شيء هواية وفرة عندكم بكل شيء ما شاء الله. الحكومة هنا ضعيفة، هنا أكو قتل واغتيالات؟ هنا؟ في بغداد؟ في بغداد أكو قتل واغتيالات. ليش في كردستان؟ في كردستان أيضاً أكو اعتقالات وأكو اغتيال، أكو هم منظم؟ بس هناك أنا أقول لك هناك يعني يجي يعتقلك قانون هم مسوي وقاضي هم اللي يعينوا أنت حاكم فلان أو علان. قد هنا أكو الأمر يختلف، هنا أكو فوضى. أنت مثلا اليوم الشباب المتظاهرين اللي الضحايا اللي راحوا واستشهدوا لحد الآن هذا يذب براس، هذا يقول إنه الجيش والشرطة والاتحادية، هذا يقول ميليشيات والأحزاب. يعني مخليك إيه مخليك إنه دم الشهيد يضيع، ما تعرف إنه منو مسؤول، ما تعرف لمن تحاسب بشكل صحيح. طيب. فهو هذا الفرق، إنه فرق بين الفوضى وترتيب والتنظيم. أي تنظيم حتى بالقتل هم منظم. حلو هذا القتل تنظيم. طيب. طبعاً راح نروح إلى فاصل أخير، وبعد هذا الفاصل راح نعرف علاقة الفنانة رحمة رياض أحمد بالسيدة سروى عبد الواحد بعد الفاصل. أهلاً بكم من جديد بعد ما طبعاً تحدثنا بتفاصيل كثيرة مع السيدة سروى عبد الواحد، مرحبين بيك ولك كل الترحيب. شكرا. ليش انصدمتي من طلعت قبل الفاصل قلت الفنانة رحمة رياض عندها علاقة بالسيدة سروى؟ ما عندها علاقة بها، ما أعرفها. ما تعرفيها ولا شايفتها؟ ولا شايفتها ولا حضرت لها حفلة؟ أبد. تتمنين تروحي لها لو تشوفيها زحمة تحضرين حفلة؟ هي مو زحمة بس يعني هسه الوضع، أنا ما أقصد الوضع، ليش كثير من السياسيين يعني عندهم زحمة يروحون لحفلات ومناسبات؟ بالعكس أنا يعني كلش أحب المناسبات بس هو يعتمد أنت لما تكون سياسي، لما شعبك ما مرتاح عيب أنت تروح تتونس. هذا زي كردي؟ لا والله. هذا زي كردي؟ لا مو كردي. لا كردي لا عربي، ما أعرف على أساس قلبي. شي رمضاني. طيب طبعاً راح أقول لك شنو السبب، راح نشوف فيديو لعلاقتك، لكن بعد ما هسه قد أسأل عندي سؤال خلي المشاهد شوي يشوق شنو السبب رحمة رياض. لا والله ثاني تشوقت شنو وين أنا وين شايفة رحمة؟ هسه راح أقول لك أخو حضرتك عنده قناة اللي هي قناة NRT. هذه القناة خالها لابتزاز المسؤولين الأكراد كما يقول البعض. سامعة بهذا الخبر؟ لا والله أول مرة أسمع. لأن NRT الوحيدة اسأل كل السياسيين من زاخو إلى فوق ولا يوم ابتز أحد، ولا يوم ولا بتقرير ولا بشي. يعني إحنا الأشياء اللي يشوفوها ينقلوها، ماكو وما يجاملون ولا يعني هذا القناة يبتزون. مو الابتزاز يعني اليوم هذا الخبر على السيد فلان على السيد فلان أبد ما عندنا. شوف اللي مشتغلين وياه يروح اسألهم
ما فد يعني كان يقولوا لي صد ما يخالف نجيب من حزب الديمقراطي باعتبار انه اشتكوا لاني شو لي علاقه هاي قناه يعني انتوا تصرفوا مثل ما تردون منو تجيبون منو يجي منو يحكي اسالهم كلهم بالاخبار وغير الاخبار اذا يوم اني قايله لهم روحوا اليوم يعني تقبلين اراء الديمقراطيين الحزب الديمقراطي في قناتك هم احنا الان ار تي غطت التظاهرات اللي ضدي وطلعوا وسبوني وسبوا عائلتي وما ادري شنو طلعناها بالقناه يعني اذا انا ما اطلع شيء ضدي ناس ما يطلعها في تصريح لحضرتك في وقت سابق قلتي حزبين يحكمون كردستان ولهم كل المناصب العاليه اذا اجى حزب ثالث قوة مروة ينطو مدير عام ما ينطو منصب رفيع يعتمد هسه مثلا التغيير أخذوهم وطوهم يعني وزارات وكذا بس ما يسكتوهم ينطوهم وزارات حتى يسكتوهم الحزب اللي شوف انه بالعملية السياسية حتى احنا مثلا جيل الجديد يجوز يجي يوم ندخل بالحكومة في اقليم كردستان بس لازم اكو شروط اكو حسابات انه اني اقول اني اروح للحكومه بس اني اريد تنطوني هذا الملف اني اجي لاصلاح هذا الملف اذا ما خلوني اشتغل مثل ما اريد وما خلوني استمر بالخطوات الاصلاحيه مالتي انسحب اقول انه هاي الحكومه هي ما تريد اشتغل تريدني اكون شريكه وياهم بالفساد وما سيدة سروة لما الناس تروح إلى كردستان تشوف أكو إعمار أكو شوارع حلوة أكو نظافة وين الفساد العد اللي تتحدثين عنه إذا أكو هذه الشوارع الحلوة والحدائق الحلوة والأرصفة الحلوة زين هم أدواني قبل شوي حكيت لك هم مسوين داخل مدينة شوارع حلوة وعمارات زين أكو بأربيل أكو ناس ما عنده راتب يعني شنو يروح يأكل العمارات مثلا يروح ياخذ خبز وشويه ياكل ويا العمارات شنو يعني هاي العمارات هم للطبقه اكو ناس محتاجه في كردستان طبعا اكو ناس يعني اكو ناس ما تملك راتب ما تملك فرص العيش طبعا ليش ماكو احنا وين عايشين ف يعني العام الماضي رواتب الموظفين تم توزيعها لمدة 5 أشهر زين بقية الأشهر يعني ما هذا سبب الحكومة في بغداد هسه سبب حكومة أي أحد المهم ما كان أكون رواتب زين هم الناس ما عنده راتب بعدها عايش شو يسوي بالشوارع وهذا أنا ما أقول إنه وضع كردستان مو أحسن من بقية المحافظات من حيث النظافة ومن حيث الترتيب ومن حيث البناء لكن هذا مو كل شيء يعني وهذا البناء اللي موجود مو موجود للفقير هذا البناء اللي موجود لطبقة معينة وهذه الشركات أغلبها يعني 95% أو 98% هي شركات حزبية هي مستفادة طيب يعني أنا هسه من خلال كلامك اللي تحدثت به ظليت صافن ومندهش على عوائل فقيرة في كردستان وكل هذه البنى التحتية والعمارات وأنت تقولين ياكلون من عندها يعني معقولة اليوم عائلة كردية ما تملك سكن؟ هي أكو عوائل كردية ما تملك سكن يعني وكل هذه المساحات الخضراء الموجودة؟ عادي يعني هو ترى هو إحنا بالشعب العراقي كله مثل بعض يعني بس كردستان يقول المرتاحين يعني من تشوفين إن هذا اليوم هي هاي المشكلة إنه يجون يشوفون ودا أقول لك مثلاً أني أذكر خطة أربيل كان يسووا من طريق مطار الواحد ينزل من المطار حتى يشوف إنه شقد حلو يروح الأربيل القديمة يشوف الأحياء القديمة شوف نفس هذه الأحياء الجديدة اللي هم مسويها طيب. فبالتالي يعني يكون تناقض بالعمل بهذه القيادات اللي ظهرت بعد 2003 لحد هذا اليوم ما راح تنتج هذا طبعا كلام حضرتك ما راح تنتج شيء للعراق بمستوى العراق أكيد يعني من 2003 إلى اليوم هم نفس الإنتاج نفس الشيء راح يكون عندنا إذا ما يتم تغيير مو بس تغيير الوجوه تغيير أقلية بناء البلد يعني إحنا ما عدنا من 2003 ما كان عدنا بنات للدولة إحنا عدنا مدمرين للدولة دمروا كل شيء بيها حتى الأشياء الجميلة اللي كانت بيها دمروها
فبيراد لنا جيل سياسي جديد. طيب طبعا انا ما اقدر اروح اشوف فد كرسي يعني اجيبه حتى نضرب به فد شخص، هذا الكرسي تشمري على شخص او تضربين به شخص، اجيب الكرسي ولا لا؟ لا شنو ده تتذكر مالتي من لجنة الثقافة؟ زين اي اجيب الكرسي؟ لا لا ما اقدر هسه. ها ما تقدرين لانه انت اليوم هذا الكرسي كان من نوع ثقيل يعني؟ اي والله. المن ضربتي؟ في هذا هذا الحدث طبعا السيدة سروة بنزاكتها هذه الأنثوية الجميلة استفزها أحد الأشخاص. هو كان شنو يعني شنو اللي طالبه من عندك؟ ممكن أنا أعرف القصة بس أريد أعمل المشاهد بما أنه رمضان خنقوا الناس. أي والله هاي الصيام اليوم راح. لا إن شاء الله راح، بس إحنا دا نذكر أحداث سياسية. لا هو صار أنا كنت أريد ميسون الدمروجي تكون هي استمر برئاسة اللجنة، وهذا الشخص كان يريد هو يكون اسمه ما أدري من الكناني. ايه أعرف اسمه بس بغض النظر عن اسمه. ايه فهو كان يريد هو يصير رئيس. ايه وأنا كنت أقول هو هذا ما قاري له كتاب يعني يجي يصير رئيس لجنة الثقافة حرام ما يصير يعني. هو بلجنة الثقافة لازم واحد يكون مثقف. ملم يعرف الأمور وكذا يعني. فتشلون تنطي لجنة الثقافة هي لجنة مهمة يعني إحنا دائما ينظرون لهاي اللجان إنه مو فد شيء يعني وزارة الثقافة ما يهتمون بها مع علم هي عصب الحياة للمجتمع. فهو زعل قال أنا بس طبيت للجنة قال لي كل من وراك وأنت وأنت شنو هيك بده يرفع إيده. فأني كردية ما أتحمل شلت الكرسي وضربه بي. واني شنو حاطه شيء برقبتي اللي انت على عندي سوفان بوند وعندي ايدي مشدوده عندي عصب هنا كان عندي مشكله بي. فشلت دائما سد ميسون كانت تقول لي بس كل ما اتذكر انت وهاي الاشياء مالتش وشلت الكرسي شلون شلتي. من العصبيه ما حسيت بروحي لان شلت الكرسي اريد اضربه بشوان داوتي زميلنا اخذ الكرسي من عندي قال لي لا تضربي ولا شو تضربه سأدخل سجن شند. يعني الحادثة تذكريها تضحكين لو يعني تقولين إيه لازم أسوي هيك شيء. والله هو أضحك وأقول إيه لازم أسوي هيك شيء حيل. مستاهل هو؟ طبعاً مستاهل. واحد ما يحترم سيدة ويحكي وياه بصوت عالي أنا ما أقبل هاي الأمور. ست سروة يعني اليوم السيدة ميسون دملوجي كانت ضيفتي في هذا البرنامج. وبرأيك شوفيها تستحق أن تكون هي للثقافة؟ جدا. ميسون إنسانة راقية رائعة جدا وفاهمة شغلها. هي أساسا تهتم هي اهتماماتها بالثقافة. منو بعد عندنا بمجلس النواب تشوفيها ما مثقافة؟ أعرف أحد. ما تعرفين أحد؟ لا عرفي لي فدثين ماكو أحد ما تعرف زميلات حتى ما أقول ماكو يعني بمستوى ميسون ما عندنا بصراحة. أربع سنوات في مجلس النواب العراقي. ما أدري مستوى. من صديقاتك بالمجلس؟ عندي يعني مش من صديقتي كلش. وقلنا صباح التميمي دكتورة تحية لها. بعد منو؟ أحلام الحسيني كانت صديقتي. محجبة. محجبة. إيه. لحد الآن. أهود الفضلي. زين يعني تصادقين محجبات وتصادقين سافرات. طبعا. ما عندك مشكلة. لا ما عندي مشكلة. بس عندك مشكلة عندك مشكلة بعلاقتك برحمة رياض أحمد. شنو هاي؟ هم رجعنا عليها. إي والله. مو؟ طيب. تعال خلينا نشوف راح نشوف شنو خليج بمكانك تفرجي على الفيديو. يا الله انا حاشي على الرحمه. طبعا ست سروة تمثل حياتها بحياه رحمه رياض او لتجسيد اغنيه لما تذكرتي لحد الان. لحظه يلا خلينا نشوف رحمه شنو تقول. You.
هي فنانة رائعة رحمة ترى. عرفتي شنو السبب وجود هذه الأغنية؟ أيه. ورحمة وعلاقتك يعني اليوم مو إلا تكون العلاقة يعني صداقة وإنما تتسيد لأغنية، فهذه علاقتك اليوم بهذا المقطع اللي اختارت لك يا آني، صح لو لا؟ والله صح جدا. مو؟ أنت قلتي آني يعني اليوم أمثل هذا المقطع بسبب أقهر روحي ويعني أتعب وأسوي وبعدين هو بالأخير راح يصير نتيجة. صحيح إحنا دائماً أنا أقول مرات أقول أنا ليش يتم تعب نفسي وياه، يعني ما أخذ الأمور بجدية أكثر، ولازم يكون واحد يكون خط واحد وما يتنازل عن مبادئ أو كذا. وخذ مرات أكون منطقة رمادية مو أسود وأبيض، بس بعدين أرجع أقول لا إنه إنسان هو المواقف. وين أخذت هاي الأغنية؟ تسمعين أغاني؟ طبعاً. وين اسمع اغاني كرديه اسمع اغاني عربيه. وين اخذتك هسه هذه هذا الكوبلي من الاغنيه يعني اقهر بروحي وهذا الكلام؟ هو على يعني بوضعنا يعني وضع البلد. اي بوضع البلد. يقهرك يزعجك وضع البلد؟ جدا جدا، لان اني شوف يعني يجوز انتم الشباب اللي ما واكبتوا هاي قبل السقوط ما كان عندكم امل وشلون تتخلصون وشلون راح يصير حياه جديده، وكنتوا بعدكم صغار يعني ما وصلتوا لهاي المراحل. احنا اللي كان كل همنا واملنا وهدفنا بالحياه نتخلص من نظام دكتاتوري اللي كاتم على الانفاس العالم ويقتل بهالبشر والمواطنين سواء كان كردي شيعي سني اي واحد يخالفه، كنا نتوقع اللي يجون راح يكونون يعني عندهم رحمه على ناسهم، طلعوا لحالهم حاله يعني ماكو رحمه. هذا كان بالقانون يجي يعتقلك ويعدمك، هذا بالشارع بدون قانون يعدمك. يعني شنو الفرق؟ ليش اشوفك يعني حاليا وانت تتحدثين اكو دمعه بعينك وحزن حينما هو اكو واحد يعني هسه مو حزين على وضع البلد بصراحه، يعني احنا اقول الجريئين بدنا نعيش ونستمر بالحياه. والله يعني اي واحد هاي الحياة اللي احنا نعيشها لو نجيب واحد سويدي هنا يومين يموت ما يتحمل. ما يتحمل الأوروبي؟ ما يتحملون لان ما متعودين يعيشون هيك بخوف وما ادري شنو، هو بس واحد يدق باب سريع ويصير يقول صار عندي جلطة قلبية. سيدا يجون يشوفون كل هالوضع اللي احنا عايشين. بصراحة الشعب العراقي شعب عظيم. شعب عظيم ويتحمل المعاناة، وان شاء الله يجي يوم ياخذوا اللي يردوا. يعني الحلو بطريقه يعني بكلامك اللي استمديت من كلامك انه تحكين باسم كل الخارطه العراقيه. أيوة. ما تحكين بالكرد فقط. أكيد وانما انت تقولين الخارطه والعراق وكل هاي التفاصيل. طبعا ست ثروة اني اريد اسالك نسال نطلع بعد شيء في بالك يعني اكو شيء؟ لا والله لا يعني اكو فيديو اكو لا لا اكو شيء ماكو استر علينا. ليش يعني قبل ايش راح يصير في اي لحظه خفتي؟ اني ما احس روحي فد يوم خايفه. بس شوف بوفاه والدي خفت، قلت شلون اعيش يعني ورا والدي يعني هو هاي اللحظه كان صعبه، والا يعني ماكو شيء يخوفني. اليوم يعني انت مستقره في بغداد؟ مستقرة بين بغداد وسليمانية. أربين من دخلي ممنوعة. ممنوعة. شنو بسوي لك منع من الدخول؟ عليه ما أدري 25-27 قضية. من ضمن هاي القضايا شنو؟ هو بس هذا قضية واحدة تصريح صحفي. هاي القضية صارت شجرة وتفرعت إلى فوق. 25 واحد مشتكين عليه. ها طيب. تعتبريها شكاوى كيدية؟ طبعاً تدري منو مشتكي؟ اتحاد طلبة بارتي، اتحاد نساء بارتي، المكتب بارتي، كلها بلا علاقة بالحزب الديمقراطي. بفعل فاعل؟ يعني إذا أنت كلها جهة واحدة هو حزب الديمقراطي. فشلون مو فعل فاعل؟ طبعا فعل فاعل. بس شنو؟ متى ينزال عنك هذا الحظر فيك؟ يعني يوم تدخلين معقولة كردية عراقية يعني شوفي عراقية كردية تدخل إلى أوروبا عادي جدا وإلى مدينتها ما تقدر تدخل؟ بعد هذا قدرنا، بس أنا هسه بالتمييز يعني الموضوع
طلبت نقل يما إلى سليمانية وإلى بغداد باعتبار أني ما أعيش أربيل. تشتاقين إلى أربيل؟ جداً، أربيل مدينة جميلة وناسة طيبين. إيش فايدة ممنوعة من عزبة؟ أي والله، إن شاء الله يجي يوم أروح. زين، ما تقدرين تدزين رسالة من تليفونك الخاص إلى السيد مسعود بغزاني وتطلبين عنده أنه يسقط كل هذه التهم عليك؟ ليش؟ وما أحتاج. على مدة من أربيل؟ ما أحتاج أن أدز له رسالة، يجي يوم وأروح غصباً ما عليهم. بكل شجاعة شفتك في وقت ترشيح رئاسة الجمهورية، قمتي وقفتي ولبيتي اسمك يعني على المنصة مال رئاسة البرلمان ورشحتي إلى رئاسة جمهورية العراق. رغم أخواتي طلبوا مني أنسحب وما انسحبت. من طلب منك؟ أخواتي. هم كرد؟ كرد، عرب، سياسيين. غيرهم سياسيين. شفتك قمتي بكل قوة، أنت ملاحظتش يعني بدأ أباوع يعني بدأ أشوفك في المجلس، وشفتك أنت خلاص أصريتي على أنه تكونين رئيسة جمهورية العراق. هو مو إصرار بس، إنه ليش بس الحزبين يجون ياخذون المناصب، وثمانة وليش النساء ممنوعات من أنه تتنافس على مناصب سيادية؟ طيب بس ممكن تلزمين السجل وهذا القلم. سألتك من يحكم العراق، كتبتي لي شنو؟ الأحزاب خارج القانون يحكمون العراق؟ يعني مو باسم القانون؟ مو باسم القانون. كل الأحزاب؟ الأحزاب اللي يحكمون، ما قلت كل الأحزاب. طيب كيف رأيتي الحلقة وكيف رأيتي الساعة؟ كتبيها بدون ما تقولي. أنت إعلامية للجاملين وعندك قناة فضائية، فأكيد وأني مقدم برامج يعني ما شنو كتبتي؟ الحلقة رائعة، ساعة لطيفة لم أشعر بها، والأسئلة كانت رائعة ومتوازنة، وأتمنى لكم التوفيق. اسم حضرتك بس عفوا. هذا السجل يحمل كل أسماء السياسيين العراقيين. شكرا جزيلا نورتيني ست سروة بالحلقة. أتمنى لكم التوفيق، ومرة أخرى رمضان كريم وينعاد عليكم وعلى الشعب العراقي بصحة وسلامة. أكثر شيء زعجك بالحلقة ما حبيتي؟ يعني فيديو سؤال شفتي مال كل طبيعي وعادي يعني، ولا حتى السياسي يعني يتعرض لكل شيء، ولا حتى تصريح السيد هشام زيباني، وأنا ما أشوفه حتى أحسب حساب التصريح. يعني مو صديق أساسا، ما أشوفه يعني، ما قصدي يعني إنه حتى لو يطلع ما أشوفه. ها حتى على الشاشات ما تتابعي؟ لا أبدا ما أتابعه، ما يعني شو أنا أقول لك، إنه هو مو فد شيء حتى أستهدفه يعني. يعني ما يشكل لي شيء. أنت تستهدفين الرؤوس الكبيرة. أكيد. طيب شكرا جزيلا. شكرا. أودعك، وهذه حقيبتك لا تنسي، هي من أخاف النوبة بها أسرار سياسية وأظرف سياسية. ما بيها. زين وبعدين نساومش عليها. شكرا وعاشديتكم شباب. شكرا شكرا نورتي. شكرا. خليني أوصلك.